وينهم؟ مبروك عليك التقاعد يا ابو عامر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سبرايز! حضرة المتقاعد ابوي، السيدة زوجة ابوي المتقاعد، السيدة مشاعل زوجة العزيزة، السيد سليمان البزر. اما الان مع كلمة المتقاعد ابوي، صفقوا له. أتحداك يا متقاعد البطل. عيالي وام عيالي، اشكركم شكرا جزيلا. انا الان حسب ما راح اتقاعد من شهر العسل. يا عساك ما تذوقه، هذه اخرتها يا ابو عامر؟ تبي تعرس علي؟ عرس التقاعد، عرس التقاعد يا بنت الحلال، خلاص ابى اتفرغ لك. الله يهديك يمه، دائما تفهمينا غلط. اما الان مع كلمه حرمي المصون مشاعل. ممكن يا خالي تشرح لنا ايش خطتك بعد التقاعد؟ سؤال جميل، لكن كل شيء في وقته حلو. انا خالد اجل نقطع الكيكه. حيو بابا. ايوه حيو بابا، حيو بابا، حيو بابا. يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، ما له خبر لا يكلم. حداك الغني البطلة يا عيال، اقدحوا، هذه أحلى كيكة لعيونكم. وش المناسبة يا عامر؟ بمناسبة تقاعد أبوي، هذا التمديد الرابع له. تصدق أول مرة أشوف أبوي مبسوط كذا. مدام صار عاطل، إيش رأيك نسجله معانا في الاستراحة؟ إيه لا تقول أبوي عاطل، تفهم ولا ما تفهم؟ صاير تبون. تكفى يا مطربنا، مناسبة تقاعد ابوي ابي اغنية. ابشر حبيبي. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والرعاد. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل الوف والرعاد. عاش وعاش بعد ما عاش. مطربنا يا سلام، والله والله يا سلام والله. عاش 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 يا سلام. اليوم أول يوم متقاعد، ولازم نسجل طلبات المطبخ. أجل سجل عندك. أول شيء خلاط المجلة يبي له تغيير. وش فيه؟ متأخر بعد؟ أوه من 5 سنين، ومروحة الشفت كمان يا خالي ما تشتغل. وش فيها ما تشتغل؟ أنا أذكر أول ما جينا نزلنا بالبيت الكهربائي راح بيجيب العدة وما رجع. يعني كذا نحتاج لكهربائي وسباك؟ وين رحت أنا وأنا خالد؟ عجيب والله. أنا بصلح كل شيء، روحوا بس ناموا 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 بس وارتاحوا. شاب الشارع عبد يا ليلاني، خلي هجرني وزود الهم بيا. شاب الشارع عبد. عطنا خالد عبد الرحمن. اخر واحدة ذي ولا اخر واحدة؟ الصديق وقت الضيق قالها عضيق، يوم صرت بضيق جيت ادور للصديق. بس اغنية بس اغنية. انا البارحة مبزيت والمس بمين ارقود، حسبي على من كان هذا من اسبابه. تكفى تكفى، اخر واحدة، انت قاعد باستراحتنا واجد، حتى خويك شوف راقد هناك. خلاص 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 من حبكم يا زين عزلنا. ما عاد لي في هواكم شفه ورادة. عاد انا جاني النوم ابمشي. ها وخذوا راحتكم، ما عندكم استراحتكم، ارقدوا هنا. ها لا اله الا الله يا زين، حارتها
الحمد لله اسود وبهود والعدو مغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. سم تعال. سم انت ما تعرف ان الساعة 1:30 الحين وانت مسؤول عني عشان تسألني يا ابو عامر؟ هذا ردك يصير خير. الكلام هذا يا بياصل ابوك الصبح ان شاء الله. الله يهديك. بس حبيب شايدك الأخو؟ أنت صاحب هذا البيت؟ لا أنا جاره. وش جايبك نص الليل؟ أهل البيت هذا طالبين عشاء. عشاء هالحزة؟ وهذا وقت عشاء اللي عقبنا. أبو عبيد يا أبو عبيد وش عندك يا أبو عامر؟ ها؟ أنت طالبين عشاء هالحزة؟ إيه يا حبيبي هالوجه هاتات حنا طالبينه يا حبيب. شكرا شكرا يا أخ. والله الرجل راح والله الرجل قبر. احد يطلب عشاء هالوقت؟ وانت من حلالك قرش دافع شيء؟ بعدين وش اللي مطلعك الحزه؟ جاي اشوف فعالك السوداء اللي سكن وهو ضلع اللقافي من علامات الشيخوخه والخرف. تسمع طبنا الفيضي انت يا وجه اسمك. توكل على الله توكل توكل امشي. عمر عمر سميبه وينك فيه الحزة؟ عند العيال بالاستراحة. يلا بيتنا تذكر روح لربعك روح لهم الاستراحة مرة ثانية. وراك علي يبا بالعكس اليوم جاي بدري بالعادة اجي الساعة 3. الله أكبر وين عندك وجه تقول جاي بدري؟ أقول لك فشلتنا. امشي هالمرة ادخل بالبيت يلا بسرعة يلا سم. نسمع علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى. وين الشكشوكة حقتي؟ والله لسه ما خلصت. انت كده على طول دايما حار؟ ايه انا جوعي حار. بعدين ليش ما ولعت اللمبات؟ خالي لسه ما خلص من الترميمات. الا منتهي السباكة والكهرباء كلها جاهزة. كفو والله اتحداك يا رب البطل. هذا ما هو شغل جيل الهمبرجر. الرجال لازم يعتمد على نفسه. وش تقصد؟ ايش تمسك شغل يلا ابشر. عجيب والله. صالح يلا صباح خير يلا. سم وش تبي؟ شو هي كتب؟ دقيت عليك برا مرتين ثلاث مرات ما رديته. وش تبي؟ انا ادري انك قلق انت وش تبي؟ ولك ما جاء الا عقب منتصف الليل البارح. وليه جاء بعد منتصف الليل؟ وش عندك انت وش تبي؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا ابن الحلال ترى كشغلتني انت. اسمع عاد تربي الولد ولا ربي انا؟ كفو انت تربي انت كفو تربي ولدي انت. اقول لك لا تدخل في خصوصياتنا مرة ثانية احذرك. انا حبيت ابلغك لاني اعتبر ولدك مثل ولدي. لكن انت ما بك فايده. اقول فك كذا بس. قال ايش؟ قال ولدي. لكن هين يصير خير ان شاء الله. ليش لعن الله ان حلى بالجرال الحاني صابني. اوه نسيت المفتاح يا نور عيني نور عيني. نور عيني. يس بابا. هاتي لي المفتاح على الطاولة. هركضي. حاضر بابا. شو بلاك انت؟ ما تستحي؟ نور عيني نور عيني والشارع نور عينك. شو بلاك يا ابن الحلال؟ هذه اسمه نور عيني. الله يعميك انت وياها تغزلها بالشارع. يا اخوي ترك ازعجتنا يا ابو عامر. الله يرحم والديك. توكل توكل على الله توكل على الله. اسمع عاد توكل. مفتاح. ايه اشتي اشتي. يلا يلا توكل على الله توكل على الله. أعوذ بالله أعوذ بالله.
سيفان يا سيفان عامر يا عامر 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 ها الله شيء كل هذا نوم هاي هالعلم عندي أنا نايمين إلى هالحزة أنا لأوريكم يا ولد يلا هنا عامر يا أبو عامر خير خير يا أبو عامر لا إله إلا الله وش فيك وش فيك يا أبو عامر وش فيك أزعجتنا وطفيت علينا المكيفات؟ جيب القهوة البطولة سمحتي وشلون وانت طافي الكهرب علينا؟ ها؟ أقول لك يكثر سلامات سلامات وش فيه؟ مين طف المكيفات؟ أنا اللي مطفي عند سمانة بلش ايش قلتي؟ ما قلت شيء أقول وش رايكم؟ نروح برحلة لما زرعت عمكم أبو سيف الله يرحمه أنا ما أقدر مرتبط مع العيال بالاستراحة وأنا ما أقدر أختي بتزورنا وأنا بساعد خالتي المزرعة ما فيها نت وأنا ما أعد أخوياي أنا ما حفرت نت عجيب والله بدي تدير بدي تدير بدي تدير على والله بالعائلة البطلة والله يا أديسون حاس الكهرب والسباكة حوس حتى ضحكة زوجتي حاسها والله إنك صادق أديسون أبوك مغاطس من الصبح ما أدري وين هو فيه الله يستر بس والله أنا خايفة على خالي من يوم أتقاعد هو مو خالي اللي أنا أعرفه يا هو مستقعد للجيران ورافع ضغطهم وحنا بعد رافع ضغطنا أنا رافع ضغطكم أنا حايس الكهرباء حوس أنا أديسون Thank you.
ابوي. الحين وش بلاك يا عامر؟ ما تركز على السواقه وتترك الجوال. ابشر ابشر. شلون عرف؟ يا عيال اليوم نبي فله، نبي رقص، اوكي؟ اوكي. بس اللي مثل الدجاج ما نبيهم. من اللي مثل الدجاج يا ورع؟ اللي ينام بدري من المغرب. لا يا شيخ، انا اوريك اليوم من اللي يرقد بدري ومن اللي ما يرقد، ها؟ انت ويا يا الفروخ. عطنا عطنا اغنيه تكفى. في منتهى الحقه، في منتهى اللون، حبيبتي في كل حاجه عجيبه، اذا حكت تعب تخليني اروح.